مستمعينا مستمعاتنا تحياتنا للجميع، سعيدة بالتواصل معكم في هذا العدد من برنامج جنتي في كوزينتي. نحييكم ونحيي كل أحبتنا وين ما كانوا، تحية طيبة للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا مستمعينا في هذا العدد من برنامج جنتي في كوزينتي، وكما تعودتوا معنا حاضرة معنا مجموعة من الوصفات وإن شاء الله تنال إعجابكم. يعني اقترحت لكم اليوم وصفات مختلفة شوية. ألوغ عندنا أول شيء السردين، راح نحضره لكم بطريقة يعني بطريقة السردين المعلب اللي نشروهم برا، وصفة يعني بزاف سهلة وبزاف خفيفة. وراح نحضره أيضا الكبدة مشرملة بالقمح، يعني إبلي، ثاني وصفة صحية أكثر شيء وخفيفة أيضا، يعني باش نبدلو شوية، ماشي دايما روز وماشي دايما يعني بطاطا يعني مقلية، ماشي يعني دائما احنا تقريبا عندنا نفس الحوايج نحضروهم. ألوغ روز إبلي أيضا من الوصفات الهائلة والصحية اللي نتمنى أنكم تحضروها لوليداتكم. وعندنا أيضا وصفات أخرى راح نتعرفوا عليها من خلال هذا البرنامج. بقوا معنا وبقوا دائما مبرونشين مع إذاعة المدية. إن شاء الله ما تصيبوا غير الخير وما تصيبوا غير جديد وكل شيء اللي يفرحكم. تحياتنا لكم مستمعينا، وعلى بركة الله نبدأ بأول وصفة. إذا راح نعطيكم اليوم طريقة اللي تحضروا بها السردين، يعني على طريقة السردين يعني اللي نشريوها من برا المعلب. وش راح نحتاجوا؟ نحتاجوا حوالي أنا نقول كيلو نتاع سردين، لكن يعني دائما هذا يتوقف على عدد أفراد العائلة نتاعنا. نحتاجوا ريقة نتاع الرند، عندنا كاس زيت راح نقسموه نص كاس زيت زيتون ونص كاس زيت عادي، نحتاجوا نص كاس نتاع الخل، نحتاجوا أيضا كاس ماء، زوج مغارف طماطم مصبرة، الملح، زنجبيل، الفلفل الكحل، الفلفل الحار، وعندنا يعني زوج حبات نتاع زرودية تكون طرية. نعاود المقادير، قلت عندنا سردين يعني حوالي كيلو نتاع سردين، نحتاجو وريقة ولا زوج نتاع الرند، كاس زيت نقسموه بين زيت زيتون وزيت عادي، عندنا نص كاس نتاع الخل، كاس ماء، زوج مغارف نتاع طماطم مصبرة، الملح، زنجبيل، الفلفل الكحل، الفلفل الحار، وعندنا حبات زوج حبيبات نتاع زرودية. واللي حبت اللي حبت يعني الضيف، احنا في العادي سردين نديروا له الكمون، لكن يعني في هذه الوصفه اللي حبت تزيد تقدر تزيد مغرفه صغيره نتاع الكرويه. نروح الآن لطريقة التحضير. أول حاجة راح نشدو السردين تاعنا بعد ما نكونو نقيناه بطبيعة الحال، نحينا له هذوك النجوم، نحينا له أيضا الحشو هذاك نتاعو من الداخل، ونحينا له بطبيعة الحال الرأس، نقيوه نخلوه يقطر مليح، ومن بعد نجون نحولو هذاك يعني العمود الفقري نتاعو، يعني السرسوب الظهر نتاعو، ألوغ نحيوه وراكم تصيبو يعني من فوق أيضا هذوك الزعانف، ايضا نحوهم ونحطو السردين تاعنا يقطر مليح في الكسكاس. بعدها واش راح نديرو؟ نجو يعني هذا السردين يتحضر، تحبوا تحضروه، انا نفضل انكم تحضروه في لاكوكوت باسكو مش حيشد لكم بزاف طياب. في لاكوكوت حوالي 15 دقيقه طياب، اذا كان درتيه في طنجره عادي باسكو علاه يعني زروديه راح تطول شويه باش طيب باغابور للسردين، وراح يعني من بعد يتنتر لك السردين تاعك. صافي دو بريفيرونس استعملي لاكوكوت. اذا واش راح نديرو؟ راح نجيبو لاكوكوت نتاعنا، نستفو الزرودية اللي نكونو ديجا نقيناها وقطعناها على شكل شرائح، ميلوهم شوية يعني يجو شوية ميلين، ومن الأحسن تستعملي الموس هذاك اللي راه جاي يعني جوغ مبرد باش حتى هي يجوك فيها واحد اللي تخيك تقطعيهم، يعني يعطيلك شكل شباب يعني في لاديكوراسيون. نستفو الزرودية نتاعنا، فوقها راح نحطو السردين، يعني نستفو السردين نتاعنا، ستفوه يعني بطريقة مليحة باش هكذا يجيك سهل من بعد، باسكو كان تحطيه بطريقه فوضويه من بعد راه يجيك صعيب باش ترفديه. اذا ما تستفيش محلول، عاودي غلقي الحبه نتاع السردين وكانه ما نحيتي لهاش داك الشوك نتاعها، اذا عاودي غلقيها وعاودي ستفي الحبيبات نتاعك نتاع السردين. بعدها راح نضيفو الزيت زيتون اللي رانا خلطناها مع زيت عادي، بصح كي نقول الكاس يعني هنا استعملوا الكاس نتاع لاتايه ماشي كاس كبير، اذا كاس لاتاي زيت راه مخلط بين زيت زيتون زيت عادي. نضيفو ايضا الفلفل الكحل، نديرو زنجبيل، الفلفل العكري، نديرو ايضا نص كاس نتاع الخل، ونضيفو قلت عندنا كاس ماء،
هذاك الكاس نتاع الماء راح نحلو فيه نفس الكاس اللي عبرتي به الزيت راح تعبري به الماء. اذا هذاك الكاس نتاع الماء راح نحلو فيه هذوك زوج مغارف نتاع طماطم ونفرغوهم على هذا الخليط. نحطو زوج وريقات نتاع الرند ونغلقو لا كوكوت نتاعنا ونخلوها لمده 15 دقيقه. تصيبي السردين تاعك ديجا واجد كي تفتحي عليه، اذا كان يعني النار ما لازمش تكون قويه بزاف، لازم تكون نار قليله باش هكذا يطيب لك بيان. اذا كان كيف تحتي شفتي بلي مازالت فيه لاصوص يعني تقدري تعاودي تخليه يزيد ينشف، ومن بعد يعني حاولي ترفديه غير بالعقل يعني باش ما تفسديش. وسد فيه بالطبع بالطبيسي في الطبيسي، وسد فيه يعني زروديه ايضا في الطرف نتاع الطبيسي، زينيه بشويه معدنوس وبريج نتاع القارص، وان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا. يعني وصفه خفيفه ورائعه جدا، نتمنى انكم تجربوها. نروحوا الان مستمعينا مستمعي عطنا بعد ما قدمنا لكم الوصفة نتاع السردين يعني بطريقة السردين المعلب، نروحوا الآن للوصفة الثانية واللي حنعطيكم. قلت نحتاج راح نحضروا إبلي بالقمح مع الكبدة مشرملة. إذا وش راح نحتاجوا؟ نحتاجوا إبلي يعني قمح الأبيض راه يتباع في المحلات تشريوه، نحتاجوا زرودية حبيبة صغيرة، القرعة، جلبانة، فلفل يعني نوعوا بين الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، نحتاجوا الكبدة أيضا كما حبيتوا، غلمي، بقري نتاع الداند نتاع الدجاج، ثوم زوج سنينات نتاع الثوم ومغيرفه نتاع الثوم بودغ، نحتاجو طماطم تكون حمراء حوالي زوج حبات، ونحتاجو ايضا طماطم مصبره، عندنا القارص، عصير ليمون، وعندنا ايضا بالنسبه للتوابل فلفل كحل، كركم، زنجبيل، رند، وزعتره، وعندنا القزبر يعني بودغ، ونحتاجو ايضا القزبر حشيش. نعاود المقادير، قلت نحتاجو ابلي يعني اللي هو القمح الابيض راه يتباع في المحلات وكان الناس يعني بزاف اللي يحضروه في الدار، نحتاجو حبيبه صغيره نتاع زروديه، حبيبه صغيره نتاع القرعه، كميشه نتاع جلبانه، الفلفل الاخضر يعني بين الاحمر والاخضر نوعو، نحتاجو الكبده، الثوم، نحتاجو طماطم تكون حمراء، نحتاجو طماطم مصبره، عصير ليمون، عندنا ايضا بالنسبه للتوابل فلفل كحل، كركم، زنجبيل، الرند، عندنا زعتره ومهم جدا الكرويه، وعندنا الملح، وعندنا القزبر يعني بين البودغ، ونحتاجو ايضا الحشيش. نروحوا الان لطريقه التحضير يعني الطريقه اللي راح نحضروا بها قبل الابلي، ومن بعد نعطيكم الطريقه اللي نحضروا بها الشرموله نتاع الكبده ولا الكبده مشرمله. اذا اول حاجه راح ناخذوا لا كوكوت نحطوا فيها مغرفه نتاع الزيت يعني عادي ومغرفه نتاع سمن، نضيفوا حبيبه نتاع بصل تكون مقطعه في رقيق، نخليهم يتقلاو مليح مع بعض، نروحوا نضيفوا لها الخضره نتاعنا اللي نكونوا قطعناها على شكل مكعبات تكون صغيره، يعني حتى الفلفل نفس الشيء، نخلو كلش يتقلى مع بعض، بعدها نديروا الابلي نتاعنا ونخلوه يتقلى ايضا مليح مع هذه الخضره. طبعا بعد ما نكونوا درنا التوابل اللي هما الفلفل الكحل، الكركم، الزنجبيل، نحطوا الوريقه نتاع الرند، شطيبه نتاع زعتره، والملح، ونخلوه يتقلى مليح مع هذه التوابل ومع هذه الخضره، ومن بعد راح نمرقوا. انتوما في لابوات اللي تشروها اقراو يعني باسكو كاين اللي يكون يعني طري وكاين اللي يكون يابس، صافي يعني في لابوات يحطوا لك يعني شحال حديري الكميه نتاع الابلي وشحال ديري لها كميه نتاع الماء، مرقي على حساب واش راه كاين في لابوات نتاعك، ومن بعد اغلقي عليها وخليها يعني تطيب لمده ثاني المده راكم تصيبوها في العلبه، باسكو قلت كاين اللي نشريوها طري وكاين اللي نشريوه يكون يابس، اغلقي هو يطيب في حدود 7 دقائق 10 دقائق يطيب، نحيه ومن بعد خوضي بطبيعه الحال لي بورت بياس نتاعك كيما حبيتي، حطيه في الوسط نتاع لاسيات وديكوريه بشويه قزبر. ونروحوا الان نحضروا الكبده نتاعنا. الكبده راح نطيبوها على مرحلتين، اول حاجه راح ناخذوا المقله نتاعنا نديروا لها شويه زيت يعني ماشي بزاف حوالي زوج مغارف ولا ثلاثه نتاع الزيت، ناخذوا الكبده يعني نخلوها هكذاك دي مخصو قبل ما نقطعوها، نمرمدوها في الفرينه ونديروها تتقلى في هذيك الزيت مره على مره راكي تقل بها، ما نخلوهاش تطيب بزاف يعني نص طياب، بعدها راح يعني نحوها وقطعوها على شكل مكعبات صغيره. من جهه واحده اخرى راح ناخذوا يعني هذيك المقله اللي طابت فيها الكبده تقلات فيها الكبده نتاعنا، نقصوا لها من هذيك الزيت. واش راح نديروا؟ راح نحطوا الزيت نزيدوا نحطوا يعني
شوية نتاع الزيت، نضيفوا الثوم يكون مسكرفج، نضيفوا أيضا الثوم بودغ، نديروا طماطم يعني نسكرفجوها، نديروا طماطم مصبرة، نضيفوا شوية كروية، شوية فلفل كحل، شوية فلفل عكري، ونرموا شطيبة نتاع زعترة، ونخلو كل شيء يتقلى مع بعض. بعدها راح نرميو الكبدة نتاعنا ونخلوها يعني تكتك على نار قليلة، ما ننساوش القصبر يعني بودغ وقصبر حشيش، نخلوها راهي تتقلى على نار قليلة. بعدها قلت فلاسيا تركي تشبحي الإبلي نتاعك اللي كنتي ديجا طيبتيه بالخضرة في الوسط، وفي الجوانب راح تحطي الكبدة مشرملة، طبق خفيف ورائع جدا. نتمنى إن شاء الله أنه ينال إعجابكم. راح نواصلوا معاكم مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل الغنائي، تستمتعوا به إن شاء الله يا ربي، وحنرجعوا نعود نرحبوا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا في هذا العدد من برنامج كانتي في كوزينتي، واللي راح نقدموا لكم فيه مجموعة من الوصفات نتمنى أنه تنال إعجابكم بإذن الله. الآن راح نعطيكم أيضا من الوصفات اللي طلبتوها كثير اللي هي كرواسون. راح نعطيكم اليوم كرواسون بشوكولا وبلاك خام باتيسياغ، حاجة ما تترطاش يعني إن شاء الله تتوفقوا فيه. بالنسبة لهذه الوصفة ألوغ الكرواسون نتاعنا راح نحضروه بلا بات ابغيوش، ماناش راح نحضروه بلا بات فيتي لوفي، راح نحضروه بلا بات يعني تشبه لا بات ابغيوش، وراح يعني طريقه التحضير تاعو سهله باش نقصوا عليكم شويه هذاك الطويان في كل داره. اذا عندنا 500 غرام نتاع فارينا، عندنا زوج مغارف نتاع خميره نتاع الخبز، نحتاجو زوج مغارف سكر، صفار حبه نتاع البيض، باكي لا ليفور، ونحتاجو الملح، عندنا كاس حليب دافي، زوج مغارف مارغرين غامولي، زوج مغارف زيت، ونحتاجو الماء دافي. اذا نعود المقادير، قلت عندنا 500 غرام فارينا، زوج مغارف خميره نتاع الخبز، زوج مغارف سكر، صفار حبه نتاع البيض، باكي لا ليفور، الملح، كاس حليب دافي، زوج مغارف زيت، زوج مغارف مارغرين غامولي، ونحتاجو الماء دافي اللي راح نطمو به العجينه نتاعنا. لا كريم باتيسيير راني في كل مره نعطيكم الطريقه اللي تحضروا بها لا كريم باتيسيير. ايضا نحتاجو لتر نتاع الحليب، زوج حبيبات نتاع البيض، ونحتاجو تقدروا ديروا فقط 3 حبيبات نتاع الصفار فقط، اذا كان تحتاجو البياض في حاجه واحده اخرى ما تحتاجوش ديروا زوج حبيبات يعني تاع البيض عادي. نحتاجو 125 غرام سكر كريستاليزي، 100 غرام مايزينا، و80 غرام نتاع زبده طريه. هذا بالنسبه لكريم باتيسيير. ونحتاجو شوكولا نتاع الكلاصاج باش نديكوريو بها، ونحتاجو سكر غلاس. نروح الان طريقه التحضير. الوغ يعني في سلاتي راح نحطو الفارينة نتاعنا، نضيفو لها زوج مغارف خميره، نضيفو زوج مغارف نتاع السكر، نزيدو صفار حبه نتاع البيض، نزيدو باكي نتاع لا ليفور، الملح، نديرو زوج مغارف نتاع الزيت، نخلطو كلش مع بعض. بعدها راح نضيفو كاس حليب دافي، وما تبقى راح نكملوه بالماء دافي. راح تتحصلوا على عجينه يعني تكون خفيفه، ما لازمش تكون يابسه بزاف العجينه، خلوها خفيفه وما تخافوش يعني كي يخمر من بعد. اذا العجينه لازم تكون ما تكونش جاريه بزاف، وما لازمش ايضا تكون يابسه بزاف، تكون عجينه خفيفه، غطيوها وخليوها تخمر يعني لمدة 10 دقائق. بعدها نجيبو نكسرو لها الخميرة، ونحاولو ندخلو فيها هذوك زوج مغارف نتاع المارغرين طرية اللي تحدثنا عليها. يلا ندخلو لها مليح هذيك المارغرين، ونعاودو نغطيوها ونعاودو نخليوها تريح عفوا لمدة 4 ساعة، راهي تخمر لنا مليح. نجو نحلو العجينة نتاعنا يعني نحلوها بالحلال، راح نجيبو العجينة نتاعنا نحلوها بالفارينة، ومن بعد نشدو الجريرة نتاعنا نقطعوها على شكل يعني دي بودان يكونوا طوال شوية، العرض نتاعهم يكون حوالي 3 سنتيمتر. بعدها راح يعني هكذاك توتفاسون سي بلا ما تستعملي ليمول نتاع لي كورني سي، يعني هكذاك تلوي العجينة نتاعك يعني بتكون رقيقة، ومن بعد راهي تبدا تعرض لك يعني غير بالعقل، راهي تنفخ يعني تجيك على شكل لي كورني. تحبي تستعملي المول تاع لي كورني ماهوش مشكل يعني كيما حبيتي. اذا بهذا الشكل وجدتي الكرواسون تاعك، نخلوه يزيد يخمر شويه، نديروا له صفار البيض من الفوق شويه جلجلان، من بعد ندخلوه الفوق بعد ما نكونوا سخناه على 180 درجه لمده 10
الدقايق وندخلو المول عفوا ندخلو الكواسون تاعنا. بعد ما يطيب بطبيعة الحال نخلوه حتى يبرد، نحلوه في الوسط. نكونوا حضرنا على كان باتيسيير، راني ذكرتكم المقادير وطريقة تحضير راني في كل مرة نمدها لكم. عمروهم الداخل بلا كريم باتيسيير، ومن بعد اغطسيهم يعني من الفم تاعهم، اغطسيهم في الكلاصاج نتاع الشوكولا وخليها يعني حتى تجمد. ذري عليها من فوق يعني بصفايا، ديري سكر غلاس وشهية طيبة للجميع. إذا هذه كانت الوصفة الأولى فيما يتعلق بالوصفات الحلوة اللي راهي حاضرة معنا لنهار اليوم. نروح نعطيكم أيضا وصفة أخرى كنت قدمت لكم في العدد الماضي، بانكيك تركي. راح نعطيكم الآن بانكيك سوفلي، يعني أيضا خفيف وهشيش ورائع جدا، وطريقة التحضير تاعو سهلة بالبزاف يعني، وما فيهش بزاف مقادير. إذا نحتاجو 3 حبيبات نتاع البيض، نحتاجو حوالي 60 غرام نتاع الحليب ليكسخيد فاني، 60 غرام فارينة، 12 غرام خميرة الكاطو، 45 غرام سكر، ونحتاجو أيضا الملح. نعاود المقادير، قلت عندنا 3 حبيبات نتاع البيض، نحتاجو 60 غرام حليب ليكسخيد فاني، 60 غرام فارينة، 12 غرام خميرة الكاطو، ونحتاجو أيضا 45 غرام سكر كريستاليزي، وعندنا الملح. بالنسبة لطريقة التحضير سهلة، أول حاجة راح نفصلو الصفار على البياض. البياض نديروه في طبيسي ونديروه في الفريجيدار ولا في الكونجيلاتور دو بريفيرونس. لتون اللي راح نوجدو لابات نتاعنا، إذا راح ناخدو سلاديه نحطو فيه صفار البيض، نضربوه شوية. بعدها راح نضيفولو الحليب، نضيفولو قريصة نتاع الملح، نضيفولو أيضا ليكستخيد فاني، وراح نضيف الخميرة، وفي التالي راح نضيف الفارينة. نخلطوهم مليح مع بعض ومن بعد نخلوه هم على جيه. نروحوا الان نجبدوا بياض البيض نتاعنا من الكونجيلاتور، نديروا له 45 غرام نتاع السكر نتاعنا، اذا ونضربوا كلش مع بعض. راح نتحصلوا على يعني خليط يكون كثيف على شكل مورانك. اذا بعدها راح نبداو نفرغوا في هذاك الخليط اللي كنا خدمناه مع صفار البيض غير بالعقل، يعني وراكي تخلطي بسباتشو غير بالعقل فوق هذاك البياض، وراكي تخلطي غير بالعقل، يعني حاولي متكسريلوش الخميرة نتاعو. بعدها مباشرة نروحو نجيبو المقلة نتاعنا، ايضا ما لازمش تكون تلصق، ندهنوها بشوية مارغرين ونبداو يعني نرفدو بالمغرفة، وتحطي البانكيك تاعك يعني غير بالعقل، وراكي تسقمي فيها غير بشوية، تشوفي يعني يطيب على نار بزاف قليلة، يعني تشوفيه راه يبدا يطلع لك شوية وراه يبدا يطيب. كي تشوفي الجوانب يعني تاع القاعة من تحتها بدات تحمر، اقلبيه على الجانب الثاني، وهكذا يعني تكوني يعني ضمنتي باللي طاب لك من الجهتين. بالنسبة للطريقة اللي تقدمي بها البانكيك تاعك، يعني كيما حبيتي، تحبي ترمديه في سكر غلاس، تحبي ترمديه في سكر كريستاليزي، تحبي ايضا يعني ديكوريه من فوق بلا كريم شونتي لا بالكراميل، كيما كل واحدة يعني كيما تحب تقدمه. المهم يعني لا باز اللي تخدمي بها البانكيك يعني هو خفيف ورائع جدا، وبوكو بلوس يعني ذراري بزاف 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 يحبوه. راح نواصلوا معاكم مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل. اخر وصفه معنا لنهار اليوم مستمعينا الكرام، اللي هي فطائر يعني باللحم المرحي، ايضا طريقه التحضير تاعها مختلفه على الشيء اللي تعودنا عليه. بالنسبه لهذه الوصفه نحتاجوا لحم مرحي، بالنسبه للحشو نحتاجوا لحم مرحي، نحتاجوا حبيبه نتاع بصل، عندنا الملح، قرفه، فلفل كحل، فلفل عكري، وعندنا حبه نتاع طماطم مسكرفجة، وعلى راس المغرفة طماطم مصبرة، عندنا وري قرند وشطيبة زعترة. بالنسبة للعجينة عندنا حبيبة نتاع البيض، نحتاجو شوية نتاع الملح، عندنا فلفل كحل، فلفل احمر مغرفة، ولا عندنا باكي نتاع لاليفوغ مغرفة، سكر كريستاليزي، وعندنا 4 مغارف زيت، عندنا كاس ماء دافي وكاس حليب دافي وزوج كيسان فارينة. نعاود المقادير، بالنسبة للحشو عندنا حبيبة نتاع البصل، عندنا لحم مرحي، الملح، قرفة، فلفل كحل، فلفل عكري، حبيبة نتاع طماطم مسكرفجة، وعندنا على راس المغرفة طماطم مصبرة. وبالنسبة للعجينة عندنا حبيبة نتاع البيض، عندنا شوية ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، عندنا باكي لاليفوغ مغرفة، سكر كريستاليزي، وعندنا 4 مغارف نتاع الزيت، كاس ما دافي
دافي وكاس حليب دافي وزوج كيسان فارينة. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة راح نحضروا الحشو نتاعنا في طنجرة، راح نحطوا الزيت، نضيفوا لها البصل، نضيفوا لحم مرحين، خلوهم يتقلاو مليح مع بعض، نديروا التوابل، الملح، قرفة، فلفل كحل، فلفل عكري، نضيفوا الحبيبة نتاع طماطم مسكرفجة، ونضيفوا على راس المغرفة قلت طماطم مصبرة، ونخلي هذا الحشو يطيب على نار تكون قليلة. في هذاك الوقت احنا نروح نحضروا العجينة نتاعنا. اذا في سلادية راح نحطوا الحبيبة نتاع البيض، راح نضيفوا لها شوية ملح، نديروا شوية فلفل كحل، شوية فلفل عكري، بالك تجيكم بيزاغ دي زي بيس في لابات، بصح يعني وصفة هايلة. راح نضيفوا باكين تاع لاليفور، نديروا مغرفة نتاع سكر كريستاليزي، 4 مغارف نتاع الزيت، ونديروا كاس حليب وكاس ماء دافي، نخلطهم مليح مع بعض، ومن بعد راح نضيفوا زوج كيسان تاع فارينة. راح تحصلوا على واحد الخليط يشبه شويه الخليط نتاع البغرير، يعني القوام نتاعو يشبه شويه القوام نتاع البغرير. اذا هنا واش راح نديرو؟ يكون طاب بطبيعه الحال الحشو نتاعنا. اذا واش راح ندير؟ راح نجيبو هنا لازم يعني ضروري جدا لي بورت بياس هذوك الكبار اللي رامي ديكوريو بيهم الروز، ديكوريو بيهم لي سالاد في يعني في الولائم وفي لي ريستورون، يعني رامي يجوا عاليين شويه ويجوا شويه يعني كبار. اذا تكوني دهنتي المقله نتاعك بطبيعه الحال بالمارغرين، ومن بعد حطي البورت بياس نتاعك، حطيه في المقله وحاولي تشديه مليح، حطي يعني ارفدي بالغراف، يعني حطي شويه نتاع لابات. كي تشوفيها يعني بدات تطيب هذيك لابات يعني وشدت روحها، ديري لها الحشو فوقها وتزيدي كوش واحد اخر نتاع لاباط. كي تشوفيها حكمت روحها مليح باش تنحي هذاك البورت بياس واقلبيها على الجهه الاخرى، وهكذا يعني تكون طابت لك من الجهتين يعني. وكرري العمليه طبعا حتى تكملي كاع العجينه والحشو نتاعك من فوق، يعني تقدري ديكوريهم بشويه معدنوس، ديكوريهم ايضا بالفرماج غابي. اذا كان حبيتي ديري كوش واحد فقط نتاع العجينه وديري في فوقه الحمر حي، يعني تقدري وشنو يعني خلي قبل يعني يبدا يطيب لك مليح هذاك الكوش التحتاني ويطيب دائما. يعني ناكد ونعاود طيب على نار تكون قليله، ما لازمش تكون نار قويه باش نضمنوا باللي طابوا الفطائر نتاعنا ملاح. يعني وصفه خفيفه، وصفه تشهي وسهله وهكذا باش تنوعوا شويه. اذا ان شاء الله نكون توفقت يعني من خلال الوصفات اللي قدمتها لكم لنهار اليوم، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نشكركم جزيل الشكر مستمعينا ومستمعاتنا على وفائكم وعلى مرافقتكم لينا ومتابعتكم لينا البرامج إذاعة المندية والبرنامج كانتي في كوزينتي. بهذا نكون وصلت معكم إلى نهاية هذا العدد، نتلقاكم إن شاء الله في العدد المقبل. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، تهلاو بزاف في روحكم وإلى اللقاء.